يا ترى ما هي الوصية؟ ولقد وصي الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم يا رب، هذه وصية أن اتقوا الله. ولقد وصي الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، هذه هي الوصية. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. جعلني الله وإياكم من الفائزين. ثم بعد ذلك بين الله عظمته سبحانه وتعالى وعظمة كتابه، قال سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. جبل عظيم يكون ثلثي في الأرض، كم يكون عظيما؟ يكون مقدار ما يكون تسبح على الأرض، يكون مقداره ثلثي في الأرض. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لماذا يخشع؟ خاشع متصدع من خشية الله، من خشية الله. وهذا مثل يضربه الله، قال: وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله. من هو الله؟ هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. هذا هو العظيم. لو عرفنا عظمة الخالق لأطعناه، لو عرفنا عظمة الله ما عصيناه. كل منا سيقف بين يدي الله يوم العقد الأكبر، كما قال عليه الصلاة والسلام: كلكم سيقف بين يدي الله وسيحاضره محاضرة. ليس بينه وبين الله ترجمان. أحاضرك بلغتك، أحاضرك بلهجتك حتى تفهم. أتذكر كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ في ساعة كذا سيحاضره محاضرة. ليس بينه وبين الله ترجمان. قال الله عن هذا الموقف: وجاءت كل نفس معها سائق وشديد. سائق وشديد. كيف السائق؟ يسوقه من الله. كيف يكون المذنب لما يأتي في المحكمة أمام القاضي ولله المثل الأعلى؟ يسوقه أحد الشرطة، يأخذه بيده. لكن هذا الذي يسوق الإنسان ملك عظيم من الملائكة، لربما يضع رأسه تحت كتفه أو يده بيده فيسوقه من الله بين يدي الله. سيقف بين يدي ربه، بين يدي العظيم الجبار سبحانه وتعالى، وسيحاضره محاضرة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى حل المشاكل، أرشدنا إلى أن ننجو في هذا الموقف العظيم في اليوم الأكبر. قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال، الأعمال الصالحة هي النجاح. بادروا بالأعمال فتنة كفتح الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. لماذا؟ قال: يبيع دينه بعرض من الدنيا. الله. عرض زائل من الدنيا يبيعه. نعم، يكون مؤمنا يصلي في المسجد يعبد الله، يخرج من المسجد يعرض عليه اي عرض من الدنيا، مال، بيت حرام، خمر، خنزير جلده الله،
أبو نساء عرض من الدنيا تجارة فيها حرمة، يبيع مالا ويشتري مالا، يبيع أشياء محرمة، عرض من الدنيا. كنت في المسجد قبل قليل، كنت تصلي وكنت تعبد الله، أنت تعترف بالله في المسجد ولا تعترف خارج المسجد؟ هذا يسمى المكر بالله. لذلك أحبتي في الله، الفتن يفتن الإنسان فيها على نوعان. نوع من الفتن يسمى الشبهات، والنوع الثاني الشهوات. كيف يدفع الإنسان هذه الشبهات عن نفسه؟ بالعلم. قليل العلم هو الذي يقع في الشبهات، كثير العلم يستطيع أن يصد هذه الشبهات. لذلك أحبتي في الله، هناك أناس يصدون عن سبيل الله ويحاولون أن يسلموا رموز الإسلام، بل يحاولون أن يسلموا سنة رسول الله، بل يحاولون أن يأذوا رسول الله، أن يسلموا. ولكن الله عصمه وعصم دينه وحفظه وتوعد بذلك سبحانه وتعالى، والله يعصمك من الناس، وكل من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. فلذلك الإنسان إذا قصر في العلم وقصر في معرفة دينه من السهولة أن يقع في الشبهات. لذلك أعداء الدين، أعداء الإسلام يلقون الشبهات على شباب المسلمين بسبب هذه الشبهات وبسبب قلة العلم. أصبح أبناء الموحدين موحدين، نعم أبناء الموحدين أصبحوا موحدين، أبناء الإسلام اللي ولد من ظهر مسلم وخرج من بطن مسلمة أصبح الآن ضد الإسلام. إيش السبب؟ لأنه ما عنده معرفة في دينه، يعرف في دنياه ما شاء الله معرفة، يعرف كل شيء في الدنيا، يبيع ويشتري ويسافر ويذهب، ويعرف هذه السلعة ويعرف كيف يأتي بها من موقع فلان ما شاء الله. أما في دينه لا يغسل يتوضأ ولا يغسل يصلي. كيف بالله عليكم قولوا لي كيف يدفع عن نفسه الشبهات؟ يأتي واحد يقطع على أي شبهة من الشبهات؟ صدق، الدين يقول كذا والعقل يقول كذا فيوافق العقل، ما عنده العلم، ما عنده المعرفة بالله، ولا عنده المعرفة بسنة رسول الله، ما عنده المعرفة بدين الله. فلذلك من السهولة أن يقع في الشبهات، من السهولة أصبح ابن الموحد أن يخرج ملحد. وناس أعرفهم من الشباب المسلمين، أبناء مسلمين، أبناء أصحابنا، عندهم ملحد. إيش السبب؟ قالوا والله جلسنا مع ناس وعيون غسيل دماغ وألقوا عليهم شبهات تشربوها، نسأل الله العافية، صلاة يحفظها ويحفظ أبنائنا. النوع الثاني أحبتي في الله هو الشهوات. لما يفتن الإنسان بشهوة، بمال أو بامرأة أو بخمر أو بأي شيء، هذه شهوات. كيف يدفع الإنسان عن نفسه الشهوات؟ بالإيمان بالله بس فقط. صاحب الإيمان يدفع الشهوات، ضعيف الإيمان يستقبل الشهوات. اللي ما عنده إيمان وصبر سهل أن يقع في الشهوات، سهل إذا عرض عليه خمر يشرب، سهل إذا عرض عليه نساء ومسات يقع فيها. ضعيف الإيمان، ما عنده إيمان. فلذلك الدفع بالعلم والإيمان هذه الشهوات إيمان وصبر يصبر عليها ويجتهد على إيمانه. والله اللي ما عنده إيمان يقع، حتى في قيام الساعة أحبتي في الله لما ينفخ في الصور وتظهر العلامات، الله يقول في هذه اللحظة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسرت إيمانها. اللي ما عنده إيمان ولا عنده جهد على الإيمان ولا كسب في إيمانه خيرا، هذا الإنسان لم يؤمن. يا رب سلم، يا رب سلم. طب إيش الحل يا رسول الله؟ بادروا بالأعمال. الله أعطاك صحة، أعطاك مال، أعطاك وقت، هذه الثلاث أشياء استغلها، استغل صحتك، هذه الصحة قبل أن تهرب، قم بصحتك لمرضك. هذا النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا الحل، خذ من مالك.
فقره. خذ من هذا المال، من الفقر هذا او من هذا المال الغنى لفقره. خذ من هذا الوقت قبل ضياعه، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغرور فيهما كثير من الناس، الصحه والفراغ. الوقت والصحه مغرور الناس فيها، لذلك تجد كثير من الناس لا يكون من يعطي من صحته او من ماله او من وقته الا يا الله يا الله. هذا رجل جاء الى احد الائمه قال: والله يا شيخ لما يموت والدي سنذبح كبشين اقرنين وهذا نذر عليه. قال: تكلم واحد لما يموت والده يذبح كبشين اقرنين، لا كمان نذر، نذر. والنبي عليه الصلاه والسلام نهى طبعا عن النذر في المعصيه، قال: لا نذر في المعصيه، حتى لو نذر الانسان على معصيه لا يصح ولا يقع النذر. قال: يا اخي يا رجل، واحد يذبح يفرح بموت والده ويذبح كبشين اقرنين؟ قال: نعم انا. لماذا؟ قال: والدي مليونير عنده اموال كثيره، ولكني انا فقير وهو فقير، يعيش حياه الفقراء، ياكل خبز الناشف ويجمع بعلب الفارغه، حتى البيت عندنا وصف اجلكم الله فيه القذار مليء بالعلب الفارغه. قال: بس انتظر انه يموت. يوم فرحي، والله يا شيخ تعرض لحادث السير وادخل المستشفى، قلنا جاء الفرج، قال: سيموت. ثم هرب من المستشفى كانه لم يكن فيه شيء وكان احسن من الاول. غاب هذا الشاب فتره واذا به ياتي الى شيء نفس الورقه، ورقه معه، قال: هذه قطعه ارض ورثتها من والدي تقدر بمليون دولار. هذا واحد من الاولاد. قال: انظر اليهم ويبتسم. قال: انا سائل، اصابني
لي جوع من الصباح ما أكلت. أول استراحة نزلت أكلت الطعام، وحتى اللي زاد من ورائي أكثر من اللي أكلت. فدعيتهم للطعام ما قبلوا، وإذا هم يأكلون خبزا يابسا مع الماء، خبز يابس مع الماء. قمت عجبت، حاولت أن أتكلم مع الناس وقبلتهم. أول مكان الجاز ستيشن نزلت فإذا العامل الباكستاني، قلت له ترجم لي ايش قصة هؤلاء. قال هذا الرجل، انا تزوجت زوجتي من 50 سنة، من اول يوم تزوجتها اخذنا عهد على انفسنا ان نحرم انفسنا من كل الشهوات ونجمع المال من اجل ان نحج بيت الله. كل مجموع المال في حياته حرم نفسه اللحم، حرم نفسه الرز، حرم نفسه الاكل، اقل الشهوات، اقل الاشياء البسيطة من اجل ان يحج بيت الله. بكيت من هذا المشهد، قلت لهم الآن أدعوكم إلى الطعام. قالوا لا 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 لا، ستفسد علينا حجة، المعدة هي تعودت أن تأكل الطعام الرز والدجاج واللحم، لا 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 ستفسد علينا حجة، تعودنا على الخبز الناشف، الخبز المبلل بالماء وهكذا. ولذلك أحبتي في الله، هؤلاء الناس عرفوا شعائر الله فعظموها. ولذلك قال الله ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. كثير من الناس اغتر بماله، اغتر بصحته، اغتر بما أعطاه الله من الولد. والله سبحانه وتعالى يقول اعلموا أن الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. اعلموا لا تعلمون، هذا المعنى، معناته احنا لا نعلم. اعلموا يا من لا تعلمون، اعلموا، اعلموا هذا العلم، انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. كمثل غيث، يا الله الدنيا الله يشبهها بالغيث وغيث يشبهها بالماء. كمثل غيث أعجب الكفار نباتا. مين الكفار؟ مش الكفار اللي أشركوا بالله واللي كفروا، لا لا لا، هنا في الآية الكفار هم الزراع. كمثل غيث اللي هو الماء أعجب الكفار نباته. إيش سمي الزارع بهذا الاسم؟ قال لأنه يكفر البذرة في التراب فسمي كافرا. والكافر إيش سمي كافر أصلا؟ قال لأنه يكفر الحق، يغطي الحق فأصبح كافرا. وهكذا، فلذلك سمى الله الزراع الكفار أطلق عليهم هذا الاسم. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. يا الله رصيد الماء والمزارع يفرح، وإذا ما شاء الله الخضرة والجمال والحلاوة والإسراء. وبعد ذلك، فبعد أن يظهر هذه الأشياء فتراه مصفرا قحط، ثم يكون حطاما. هذا حال الدنيا، مهما رأيت فيها، مهما عملت فيها، مهما جمعت فيها، مهما بنيت فيها، مهما اشتغلت فيها، آخرها مصفرة. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. اثنين لا فائدة لهم، إما إلى جنة في مطعم صدق عند ذلك المقتدر، وإما والعياذ بالله إلى نار قعرها بعيد حرها شديد. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. اللهم عافنا يا رب العالمين. وأستغفر الله لي ولكم فيفوز المستغفرون. أستغفر الله لكم يا الله. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. أحبتي في الله، الأعمال الصالحة هي سبب للنجاح، الصحبة الصالحة هي سبب للثبات على طاعة الله. سبب ثباتك على طاعة الله حتى الممات صحبة صالحة، بيئة المسجد، بيئة أهل المسجد،
بيئة الناس الصالحين المؤمنين هذه تثبتك حتى الممات على طاعة الله. يا الله نعم الصحبة الصالحة، الصاحب الصالح إذا رعاك عوجت أقامك، ولكن السيء إذا رعاك عوجت عوج معك. فكيف تعقم نفسك وكيف تعقم قلبك ببيت الله؟ تسمع عن الله، تسمع عن الدار الآخرة، تسمع عن الجنة، تسمع عن النار، تعلم أنه ليس لنا حياة هنا فقط، لا، هذه حياة والدار الآخرة حيوان، حياتين تنتين، وإن الدار الآخرة هي الحيوان. هذه الدنيا الله عليه السلام قال الدنيا في الآخرة إلا كما يضع أحدكم أصبعه في اليم في البحر فليضرب بما يرجع، واحد حط اصبعه في البحر، قال لا يا بحر قد نقطت ما هذه الدنيا بالنسبه للاخره، كلها وزينتها واشياءها وجمالها وحمارها وسيراتها ونسائها وطائراتها وكل الفخامه اللي فيها والابراج والبلاد والاهل، كلها بالنسبه للاخره نقطه في بحر كحلقه في فلك خاتم في صحراء، يلا يبحث دور عنه ايش بيساوي. هذه شبهها النبي صلى الله عليه وسلم، ما الدنيا في الاخره الا كما يضع احدكم اصبعه في الارض فليضرب بما يرجع، يلا اجتهد. هي يا من دوخوا الدنيا وجمعوا الاموال وسووا الاشياء وقارون واعطاه الله من المال ما ان مفاتحه لتلو بالعصبه، رجال عصبه من الرجال بس عشان يستطيعوا يحملوا مفاتيح الخزائن، مش الخزائن نفسها ولا اللي في داخلها، لا بس المفاتيح. وهي ترك الدنيا ولم يخرج وغيره وغيراته وأمثاله كثر، هذه هي الدنيا، لذلك حذرنا الله منها قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. لا تغرك الحياة، الحياة خدمة لله، مع أنها الدنيا أخذت منا الصحة وأخذت منا المال وفقدنا فيها أعز الناس علينا، ومع ذلك نحب الدنيا. أقول لك إن نحب واحد لا يا أخي شيء، حب الدنيا معيشة في قلوبنا صح، لكن نحن الآن نعرف أنه في آخرة ننتظره، في آخرة فاخرة، في آخرة فيها رب سبحانه وتعالى نلقاه وننظر إلى وجهه، فما أعطوا شيئا أهل الجنة، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه، هذا يكفي بس، هذا يكفي أنك في الآخرة بس تنظر إلى وجه الله. أقولكم أحسن شيء الله يعطيه الجنة بعد النظر إلى وجهه في الجنة أشياء فيها نعيم لا 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 في أشياء تقول قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيها محمد حبيب الله رسول الله اللي اتبعناه واتبعنا نهجه ومشينا على سنته، فيها رسول الله، أسأل الله أن يجعلنا بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يسقينا من حوضه شربة لا نطمأ بعدها أبدا. يا رب العالمين أسأل الله أن يجعلنا في مقعد صدق عند مليك مقتدر، من هو المليك المقتدر؟ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، هذا هو ربنا. ومن أحب لقاء الله أحب الله لقاء، ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. هؤلاء الذين لا يرجون لقاء الله كثير من خلق الله ممن لا يؤمنون بالله، ولكن أهل الإيمان أمثالكم يرجون لقاء الله يحبون لقاء الله. يا رب عجل بلقائك يا رب، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل لنا بلقائه سبحانه وتعالى. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا السبب في من اهتدى، اللهم اجعلنا هداة المهديين الضالين لا ضالين، اللهم انزل الهداية على المسلمين محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم انزل الهداية على شباب المسلمين وعلى رعاة المسلمين وعلى نساء المسلمين، اللهم انزل لباس الستر على نساء المسلمين يا رب العالمين، يا اول الاولين يا اخر الاخرين، يا ذا القوة المتين، يا رحم الضعفاء والمساكين، لا تدعنا في مقام هذا الذنب الا غفرته ولا همه الا فرجته ولا كرما الا نفسته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا اسيرا الا فككته ولا مجاهدا في سبيلك الا نصرته ولا داعي الى دينك الا حفظته ولا حاجه الا في الدنيا هي لك رضا وانا فيها
صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين. اللهم احفظنا واحفظ أولادنا واحفظ بناتنا واحفظ نساءنا يا رب العالمين. اللهم انزل لباس الستر على نساء المسلمين وعلى بنات المسلمين واحفظهم من كيد الكائدين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. واحشرنا في زمرة النبيين مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستغفروه يغفر لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.